صيام الصبي الصغير جائز وصحيح، ويؤجر إن شاء الله على ذلك، ويؤجر على ذلك أهله أيضا. وأسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك تمرينا لأولادنا على الصيام إن شاء الله إذا حان وقت التكليف. وكان السلف يفعلون ذلك مع أولادهم، كانوا يلهونهم بالعهن وبلعب الصوف في زمانهم من أجل أن يحافظوا على الصيام، وإن كان ذلك ثابت في صوم يوم عاشوراء، لكن فهذا أيضا من باب الفريضة أولى.